السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في أول دروس مادة الدراسات الاجتماعية، ودرسنا النهاردة بعنوان ظواهر كونية. طيب إحنا إن شاء الله في الدرس ده هنتعرف عندنا على 7 حاجات. هنتعرف على النجوم وتعريفها وأنواعها، والكواكب وأسمائها، الأقمار والمجرات والسدم والنيازك والشهب. طيب في البداية أنا بقولك تعالى تخيل معايا إن أنا وأنت طلعنا الرحلة للفضاء. طيب إيه اللي إحنا هنشوفه في الفضاء؟ أنا هحط نفسي دلوقتي مكانك. أنا دلوقتي لو طلعت الفضاء يا مستر بالمركبة الفضائية، هشوف هنا فوق كواكب، هشوف نجوم، هشوف مثلا حزام كويكبات، هشوف إيه تاني مثلا يا مستر، هشوف أقمار صناعية مثلا، هشوف حاجات كتير. طيب العلماء قالوا لك احنا ما اكتشفناش الا 10% بس من ايه، من الكون. يعني معنى ذلك ان في لسه حاجات كتير من اسرار الكون ما اكتشفناش لحد ايه، لحد دلوقتي. طيب تعال نشوف عندي اسرار الكون اللي عندي ديت، او ال7 حاجات اللي انا لسه قايلهم لك دلوقتي، ايه تعريفاتهم وايه هي معنى الحاجات ديت. في البداية تعال نتكلم على اول حاجة عندي، المجرات. مجرة، انا سمعت الاسم ده قبل كده يا مستر. تعال نشوف كده المجرة معناها ايه. المجرة معناها تجمعات هائلة من النجوم، مجموعة كبيرة جدا من النجوم. المجرة الواحدة فيها ملايين من النجوم، بين كل نجم ونجم بينهم، او بين كل مجرة ومجرة، مسافات ايه كبيرة. طيب تختلف المجرات على حسب انواعها واشكالها. المجرات عندي 3 انواع، وهوري لك صورها كمان شوية. اول نوع عندي مجرة اسمها المجرة الحلزونية، بتاخد شكل الحلزون. تاني نوع من المجرة اسمها المجرة البيضاوية، بتأخذ الشكل البيضاوي وشكل البيضة بتاعتي. تالت حاجة مجرة غير منتظمة، يعني عبارة عن نقط كده غير منتظمة في كل حتة، ملايين نجوم كده غير منتظمة، شكلها مش منتظم. طيب أنا عندي المجرة اللي أنا بعيش فيها بتنتمي للمجرة الحلزونية، ومجرتي ليها اسمين، يا إما سكة التبانة يا إما الدرب اللبني. طيب اتسمت ليه باسم سكة التبانة؟ قلت لك اتسمت باسم سكة التبانة عشان بتشبه التبن المتساقط في الطريق. يبقى يجي لي سؤال يقول لي بما تفسر تسمى مجرتنا باسم سكة التبانة؟ هقول له لانها تشبه التبن المتساقط ايه على الطريق. طيب ليه اتسمت بالضرب اللبني؟ هقول له لانها بتشبه اللبن المسكوب، جاية من اسمها اللبني، يبقى اللبن المسكوب. طب التبانة جاية من كلمة التبن، يعني بتشبه التبن المتساقط على ايه، على الطريق. طيب المجرات دي عندي احنا زي ما انا قلت لك من شويه بتتكون من ملايين من ايه، من النجوم. طيب اقرب نجم ليا على كوكب الارض هو نجم الايه، نجم الشمس. طيب تعال نشوف دلوقتي عندي المجرات ال3 انواع اللي انا كنت بقول لك عليهم. ادي اول نوع عندي اسمها المجرات المنتظمه. طيب تاني نوع المجرات، سوري، المجرات البيضاويه ديت، المجرات غير ايه، غير المنتظمه. تالت نوع عندي اسمها المجرات الايه، الحلزونيه. يبقى تعالى نرجع تاني عندي للصفحة اللي فاتت ديت يا مستر. انا قلت لك ان انا عندي 3 انواع من المجرات، حلزونية، بيضاوية، غير ايه، غير منتظمة. يبقى حلزونية، بيضاوية، غير ايه، غير منتظمة. طيب تعالى دلوقتي نشوف النقطة اللي بعد كده. اهو انا عندي اول حاجة اتكلم عليها هي النجوم. انا لو بصيت للسما كده اهو، ببص بلاقي النجوم بالليل، لو السما صافية بشوف فيها الايه، النجوم. طيب هل النجم دوت فعلا حجمه صغير زي اللي انا بشوفه؟ قلت لك لا، النجم عندي دوت حجمه كبير جدا. يبقى النجوم هي عبارة عن أجسام إيه؟ كبيرة. طيب ببص عليها بلاقيها مضيئة، متوهجة، بس كده قلت لك لا، دي كمان بتشع ضوء وإيه؟ ضوء وحرارة. يبقى النجوم هي عبارة عن أجسام كبيرة في الحجم، مضيئة، متوهجة، بتشع ضوء وإيه؟ ضوء وحرارة. طيب تعال نشوف المكونات بتاع النجوم. النجوم ديت ليها مكونات؟ قلت لك ليها مكونات. بتتكون من مواد غازية، تفاعلات غازية بتحصل جواها. طيب التفاعلات الغازية ديت خلتها بتتكون من ايه؟ خلتها بتتكون من مواد غازية وليها الوان. الالوان بتاعتها لونين، لون احمر ولون ازرق. طيب اللون الاحمر ده امتى يكون النجم لونه احمر؟ لما يكون درجة حرارته قليلة. طب امتى يكون لونه ازرق؟ لما تكون درجة حرارته ايه؟ عالية. يبقى اقلها حرارة بيكون لونه احمر، واكثرها حرارة بيكون لونه ازرق. مش بس كده، ده النجوم بيدور حواليها الكواكب. طيب والدليل على كده ايه؟ ان انا عندي الشمس بتدور حواليها كل الكواكب، ما انا من شويه قلت لك ان الشمس ديت نجم. طيب تعال نشوف دلوقتي الشمس ديت بتمد الارض بايه؟ بتمد بالضوء والحراره. يبقى معنى كده يا مستر ان النجوم بتمد الكواكب بالضوء والايه؟ والحراره. ممتاز جدا. طيب تعال نشوف دلوقتي عندي بقى الكواكب. ادي عندي الشمس اهيت،
وحواليها الكواكب. طيب الكواكب دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اجسام اصغر حجما من النجوم، يعني اجسام صغيرة من ايه؟ من النجوم، ما بتشعش ولا ضوء وحرارة. ايه ده يا مستر، ده انا عندي دلوقتي، انا عايش في كوكب الارض وفي عندي ضوء. قلت لك اه، الضوء دوت احنا استمدناه منين؟ من الشمس، والشمس انا من شوية قلت لك نجم. يبقى هي عبارة عن اجسام صغيرة حجما، ما بتشعش ولا ضوء ولا حرارة، بس بتستمد الضوء والحرارة بتاعتها منين؟ من النجوم. والكواكب دي بتدور حوالين الشمس في مسارات بيضاوية، زي ايه؟ زي مثلا كوكب الارض او كوكب زحل او كوكب مثلا المريخ وغيرهم كتير، دول كلهم بيدوروا حوالين الشمس في مسارات ايه؟ بيضاوية. طيب تعالى دلوقتي نشوف النقطة اللي بعد كده اللي هي الأقمار. أنا لو بالليل ببص كده هوت على القمر بلاقيه ايه؟ بلاقيه منور. طب يا مستر هو فعلا القمر بينور؟ قلت لك لا، القمر ما بينورش. يبقى لما انت مثلا تيجي مثلا تقول لحد اصل انت قمر، يبقى انت كده معناه كده ان انت بتشتمه. ليه يا مستر؟ لان القمر عندي جسم معتم. ايه ده يا مستر، هو جسم معتم؟ ده انا بشوفه منور. قلت لك اه، لان القمر بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. يبقى تعالى نشوف عندي الاقمار. قلت لك القمر هو جسم اصغر من ايه؟ من الكوكب، ومعتم، ما بيشعش ضوء ولا ايه؟ ولا حراره. طب يجي لي السؤال يقول لي بما تفسر يبدو لنا القمر مضيئا على الرغم من انه جسم معتم؟ هقول له لانه بيستمد ضوءه وحرارته من الشمس وبيعكسه ايه؟ وبيعكسه للارض، او لانه يعكس ضوء الشمس الساقط ايه؟ عليه. طيب من امثله الاقمار عندي القمر بتاعي اللي انا بشوفه في اللي هو في الارض دوت. خد بقى بالك من حاجه، انا عندي القمر بيدور حوالين الكواكب، والقمر والكواكب الاتنين بيدوروا حوالين الشمس او بيدوروا حوالين النجوم. يبقى تعالى نعيد الحته دي تاني. انا قلت لك ان انا عندي القمر بيدور حوالين الكواكب، ممتاز جدا. طيب ايش القمر والكواكب بتدور حوالين ايه؟ بتدور حوالين الشمس. طيب تعال نشوف النقطه اللي بعد كده. هو انا عندي في بعض الاجسام الفضائيه الموجوده في المجره بتاعتي، زي ايه يا مستر؟ زي السدم، وده الشكل بتاعها اللي بيبقى موجود في الفضاء. طب هي عباره عن ايه السدم دوت؟ السدم عباره عن مجموعه هائله من الاجسام الغازيه بتظهر في السماء على شكل ايه؟ بتظهر على شكل سحابه من الغبار، وبتنشا نتيجه انفجار النجوم. لما النجوم بتنفجر بيطلع سحابه من الغبار اللي هي بتكون لي الايه؟ بتكون لي السدم. طيب حاجه تاني قلت لك اه، في عندي شكل تاني بتظهر عندي زي النيازك والشهب، وديت ممكن تجي لي مقارنه في الامتحان وبتيجي كتير ايه؟ جدا جدا. تعال نشوف المقارنه اللي عندي ديت. انا بقول لك ايه هي النيازك وايه هي الشهب. تعال نشوف تعريف النيازك. النيازك هي عباره عن اجسام صلبه حجمها بيبقى مختلف، بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على جزيئات. الجزيئات ديت لما بتحتك بالغلاف الجوي وبتمر بالغلاف الجوي بترتفع درجه حرارتها. طيب ايه تاني اللي ايه تاني اللي بيحصل لها؟ بيحترق جزء صغير منها، وممكن ان هي تسقط على الارض، ولو سقطت على الارض يحصل دمار شديد. بس خد بالك ان النيازك هو الجسم الفضائي الوحيد اللي بيسقط على ايه؟ على الارض. طيب انا كده عرفت النيازك يا مستر. النيازك اجسام صلبه، الجسم الصلب دوت لما بيعدي من الغلاف الجوي ايه اللي بيحصل له؟ بيرتفع درجه حرارته، بيحترق جزئيا، جزء منه اللي بيحترق. طيب بقيته بيعمل ايه اللي بيحصل فيه؟ لما بيحترق بيسقط على الارض، ولو سقط على الارض بيعمل دمار شديد. طيب ايه هي الشهب؟ الشهب نفس الكلام، جسم صلب بس اصغر من النيازك، برضه هو ماشي في الفضاء لو احتك بالغلاف الجوي بيحترق كليا. يبقى الفرق ان النيازك بتحترق جزئيا، لكن الشهب بيحترق ايه؟ كليا. طيب الشهب دي هنعرف منين ان هو شهب؟ بقول لك بيظهر في السماء على هيئه سهام ضوئيه، بيظهر كده كانه سهم من الضوء كده بيعدي بسرعه فين؟ في الفضاء. ممتاز. طيب تعال نشوف اهو، انا بقول لك تخيل لو النيزك دوت، ما هو ده شكل النيزك عندي، اقترب من الارض. طيب اتنين، انا بقول لك اي يعني عندي الشهب بتظهر على هيئه ايه؟ على هيئه اجسام او على هيئه اسهم ايه؟ ضوئيه. ادي سهم اهو ضوئي، وادي النيزك وهو داخل على ايه؟ على الارض. طب النيزك دوت لو سقط على الارض ايه اللي يحصل يا مستر؟ بيحدث دمار شديد. اهو ماذا يحدث اذا سقط النيزك في مناطق مأهولة بالسكان؟ يحدث ايه يا مستر؟ يحدث حفرة كبيرة هي، ويحدث دمار ايه؟ ويحدث دمار شديد. بس من رحمة ربنا علينا انه بيسقط في اماكن غير مأهولة بالسكان. خد بالك بقى من النقطة اللي جاية ديت، بتجيلي كتير قوي 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 في الامتحان. بقول لك اما النيزك بيدخل للغلاف الجوي بيتحول لشهب. خد بالك من الحته دي قوي، النيزك لما بيدخل للغلاف الجوي بيتحول لايه؟ لشهب. طيب يا مستر راجع لي بسرعه على النيزك، وراجع لي بسرعه على ايه؟ على الشهب. انا قلت لك النيزك اجسام ايه؟ اجسام كبيره.
لما بتحتك بالغلاف الجوي بترتفع درجة حرارتها وبتحترق جزئيا. طب الشهب أجسام صغيرة، لما بتحتك بالغلاف الجوي بتحترق كليا. طب النيزك ايه اللي بيحصل له؟ بيصل للأرض، لكن الشهب ما بتصلش الأرض وبتظهر في السماء على هيئة سهام ايه؟ ضوئية. وقلت لك ان النيزك لما بيعدي بالغلاف الجوي بيتحول الى ايه؟ بيتحول الى شهب. ممتاز. تعال نشوف المفاهيم اللي انا خدتها النهارده في الدرس بتاعي. اول حاجه عندي النجوم، والنجوم هي عباره عن اجسام كبيره الحجم مضيئه متوهجه بتشع ضوء وايه؟ وحراره. الكواكب هي عباره عن اجسام صغيره نسبيا معتمه لا تشع ضوء ولا حراره، بس بتستمد ضوءها من ايه؟ من اقرب نجم ليها، زي مثلا كوكب الارض بيستمد ضوءه وحرارته من كوكب ايه؟ من نجم سوري الشمس. طيب المدار، المدار اللي هو البيضاوي اللي انا قلت لك اللي بتدور فيه الكواكب، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن المسار اللي بتدور فيه الكواكب حوالين ايه؟ الشمس. طيب الاقمار، القمر عباره عن جسم معتم بيدور حوالين الكواكب، خد بالك من الحته دي قوي، القمر بيدور حوالين الكوكب، والقمر والكوكب بيدوروا حوالين الشمس. طيب المجرات، قلت لك هي عباره عن تجمعات كبيره من النجوم مختلفه الاشكال والايه؟ والاحجام. طيب السدم هي عبارة عن مجموعة هائلة من أجسام غازية بتظهر في السماء على هيئة إيه؟ على هيئة سحابة من الغبار، وبتنشأ نتيجة انفجار النجوم. طب المقارنة بتاع النيازك والشهب، قلت لك إن النيازك عبارة عن أجسام صلبة لما بتحتك بالغلاف الجوي بترتفع درجة حرارتها، وإيه اللي بيحصل يا مستر؟ بتحترق جزئيا. طب الشهب أجسام صلبة صغيرة الحجم لما بتعدي من الغلاف الجوي بتحترق كليا. وبكده إن شاء الله نكون احنا انتهينا من الدرس بتاعنا اللي كان بعنوان ظواهر كونية، وإلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.